رسالة تأييد الواسعة التي نقلها القادة الأوروبيون خلال زيارتهم كييف أمس ترجمها الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي اليوم بترشيح أوكرانيا لعضويته. هذا الترشيح يمثل الخطوة الأولى في مسار الانضمام للكتلة الأوروبية، فيما يتوقع أن يكون طريقاً طويلاً متبقياً مع السعي للحصول على موافقة دول الاتحاد 27. هذا أوروبياً، فيما يبرز الموقف الروسي في المقابل مع اعتبار أن الغرب يتلاعب بكييف في هذه المسألة. فكيف ستستفيد كييف من هذا الانضمام؟ متى حصل؟ وما خطط تذليل العقبات المتبقية؟ ضيفتنا من كييف عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني ماريا لونوفا. أستاذة ماريا، أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار من سكاي نيوز عربية. هل تقترب حقيقة أوكرانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، أم أن هذه الخطوة التي نتابعها الآن لا تشكل إلا دفعة معنوية لهذا البلد؟ كيف تنظر كييف إلى كل ذلك؟ مساء الخير. أود أن أقول أننا نعود إلى أسرتنا الأوروبية، لأن أوكرانيا لطالما كانت أوروبية، ونعرف بعد الثورة التي حدثت في عام 2004 كانت طموحاتنا دائما أن نصبح جزءا من الاتحاد الأوروبي. أدركنا كمجتمع وكسياسيون أنه طريق طويل، ولهذا بالتأكيد بعد الثورة، ثورة الكرامة في عام 2014، كنا في هذا الطريق ووقعنا مذكرات تفاهم وعلاقات معقدة جدا، ولكن أيضا قمنا بتوفير أكثر أو الكثير، قمنا بالامتثال للكثير من المعايير المطلوبة للانضمام. وأيضا الرئيس الأوكراني وضع قانونا جديدا في الدستور حتى يمكننا من الانضمام. ولهذا الآن عندما حدث الغزو الروسي الكامل النطاق على مجتمعنا الذي يدعم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلف شمال الأطلسي، أصبحت الآن الأمة الأوكرانية التي تتعرض للقتل من الروس، نحن نستحق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ونشعر بأننا جديرون به، وأيضا نقدر الزيارة رفيعة المستوى من الرؤساء ووزراء من فرنسا والدول الأخرى، ونفهم أن هذا الترشيح يعني أنه لدينا مهام كثيرة في المستقبل، ونفهم الشروط التي علينا الامتثال بها حتى نستمر في بناء الديمقراطية كاملة في بلادنا، ونقوم ببناء المؤسسات الديمقراطية والإصلاحات المستمرة. ولكن بالتأكيد هذا مؤشر سياسي أن أوكرانيا هي جزء من العالم الحر، وأنه يمكننا أن نختار بأنفسنا أين نكون. لأنه مرة أخرى أود أن أؤكد على أن 92% من الأمة الأوكرانية تدعم الانضمام إلى أوروبا. الرئيس زيلنسكي يشكك في الأقوال الأوروبية، هو وضع الاتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة أستاذة ماريا أمام تحدي إثبات أن الأقوال حول انتماء الشعب الأوكراني إلى الأسرة الأوروبية ليس كلاما فارغا. نحن أمام يمكن قمة أوروبية مهمة جدا بالنسبة لأوكرانيا في 23 و24 من هذا الشهر. هل من إمكانية بتقديركم للمصادقة بالإجماع على هذه الخطوة الأولى؟ نحن بالتأكيد ننتظر ونترقب هذه القمة ونتمنى المصادقة على هذا القرار من المجلس، ولكن حكومة الرئيس زيلنسكي والبرلمان والمجتمع كلنا نعمل بجد للحصول على هذه العضوية ومن خلال الترشح الآن. ولكن السبب الرئيسي الذي أعتقد أن روسيا لطالما
طالما كانت لا تريدنا أن ننضم إلى الاتحاد الأوروبي، لأنهم يريدون مسحنا من خارطة العالم ويريدون تعذيب وقتل شعبنا، وهذا سبب احتلالهم لأراضينا، لأنهم لا يريدوننا أن نصبح جزءا من العالم المتحضر. ولكن الآن الواقع هو أن الأوكرانيون مستقلون ودولة مستقلة وذات سيادة، ونريد أن يكون لنا حق اختيار المصير وهو الانضمام إلى أوروبا. ومن خلال الإجبار على الاحتلال بهذه الطريقة فهي عكس كل القوانين الدولية وسرقة حقوق دول أخرى، هذا لا يتماشى ولا يمتثل مع القوانين الدولية. ولذلك العالم الحر بأكمله يجب أن يظهر لبوتين ولروسيا بأنه لدينا آليات للدفاع عن المبادئ الديمقراطية. ولهذا السبب فإن مجتمعنا مستعد لبناء وتجديد دولتنا وإدخال الإصلاحات لنكون جزءا من الأسرة الأوروبية بشكل رسمي. لكن بالوقت اللي يطمح الجانب الأوكراني لذلك، روسيا تعتبر أنه الغرب يتلاعب بكييف. كان في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا تقول فيه: نرى كيف يتلاعب المجتمع الغربي منذ سنوات بفكرة أن تشارك أوكرانيا بهياكل الاندماج الخاصة بها، ومن ذاك الحين أوكرانيا أصبحت أسوأ، لن يكون لكييف مستقبل مشرق. أود أن أسمع ردك أستاذة ماريا على هذا التصريح، وأيضا أود أن أعرف منك هل يكون لأي قرار من هذا النوع أي تأثير على مسار المعارك في الميدان الأوكراني؟ أولا لا أريد أن أعلق على امرأة ساهمت في قتل شعبنا الأوكراني وبسبب هذه البروباغندا الإعلامية، ولأنه بالتأكيد في روسيا لا يوجد أي صناع قرار سوى بوتين وبعض الجنرالات، وبالتالي هم ليس لديهم حرية الاختيار. حتى إذا سألوا سكانهم الذين تم تلويث أفكارهم وأدمغتهم بالمعلومات المغلوطة، وبالتالي أوكرانيا ليست روسيا، ولهذا نحن نهتم بالحرية ونهتم بحرية الاختيار وبالحقوق وبحقوق الإنسان، ولهذا نهتم بكل حياة كل شخص. وهذه هذا الخيار ليس من الاتحاد الأوروبي، وإنما هو خيار الشعب الأوكراني. نحن كمؤسسات وكأيديولوجيات دورنا يكمن في إدخال أفضل الإصلاحات والأدوات التي تمكن من وجود أوكرانيا حرة ومستقلة وديمقراطية. وفيما يتعلق الميدان، مع الأسف بالتأكيد فإن الوضع في شرقي أوكرانيا مؤسف ومروع. ما يحدث في روسيا في أوكرانيا بسبب القصف وقتل المدنيين، ومع الأسف هذه الهجمات صعبة للغاية، والموقف صعب جدا في الشرق، ولكن القوات المسلحة قواتنا تكافح وتجابه، وبالتأكيد بسبب نقص الأسلحة هذا بوتين لا يهتم بشعبه، لأنه أيضا يقتل شعبه في هذه الحرب، لأنه كما تعلمون أكثر من 30,000 جندي روسي لقوا حتفهم. ولماذا يقاتلون؟ ما سبب قتل الأوكرانيين؟ إذا سألتهم أنا متأكدة أنهم لا يمكنهم إخباركم ما هو السبب لقتل شعب أمة أخرى ومسح دولة أخرى من خارطة العالم. لا نرى هذا السبب، ولهذا هذه الآن معركتنا الوجودية للبقاء، وسنقاتل. نعم، تتخوفون من تبعات أي خطوة أيضا من هذا النوع على الميدان الأوكراني؟ بالوقت القليل المتبقي لنا أستاذة ماريا، كيف يمكن للجانب الأوكراني أن يستفيد على المدى القريب من منحه العضوية في الاتحاد؟
نفهم أنه على المدى القصير لدينا نوع من العضوية المشروطة وعلينا الالتزام بهذه الشروط، وأريد أن أقول بأن كل مؤسسات الدولة بدءا من الرئيس والحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، نحن نفهم وندرك أن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به وسنقوم به. هذه وظيفتنا، هذا عملنا، وسنقوم أيضا بتحقيق طموحات شعبنا وقواتنا المسلحة الذين يريدون أن يصبحون جزءا من العالم الحر. ولهذا لا يهم الإطار الزمني، نحن نهتم بالوقت، ولهذا سنفعله في أقرب وقت ممكن على الرغم من العدوان الروسي والمعارك على أرضنا. سنتابع في تحليلنا هذا الموضوع في ساعتنا الثانية من غرفة الأخبار. شكر لك من كييف عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني ماريا لونوفا على المشاركة معنا الليلة. شكرا.